الدكتور ميلاد ابراهيم جامعه المنوفيه، وطبعا حضرتك النهارده في عيد 45، ماذا تودع الدكتور؟ احب اهني جامعه المنوفيه بالعيد 45. الجامعه جامعه عريقه وليها اسهامات علميه ما حدش يقدر ينكرها. خرجت عدد كبير من الاساتذه اللي ليهم باع كبير في العلم، والنهارده اتبسطت جدا لما لقيت ان في تكريم لعدد كبير من الناس اللي اخذوا براءه اختراع، وعدد كبير من الناس اللي ليهم ابحاث علميه خارجيه واسهامات. فطبعا كل التهنئه لجامعتنا، ويا رب دايما عريقه ودايما في تقدم للامل. في حاجه ان شاء الله بتصفها في عام 2022 ان شاء الله؟ بالظبط، احنا ان شاء الله في مبادره اسمها جامعتي جميله. المبادره دي طبعا احنا كقسم تربيه فنيه، فاحنا معنيين بان احنا نقوم بتجميل كليات الجامعه، واحنا خلال السنه دي ان شاء الله في نهايتها المفروض ان احنا نكون خلصنا كل الكليات. احنا بالفعل انجزنا عدد كبير منها، وربنا يسهل بقى في الباقي ونقدر نكمل. يعني كاستاذ لكليه التربيه النوعيه باشمون جامعه المنوفيه، حاجه جميله جدا ان انتوا بتعملوا حاجات تجميل في كليات الجامعه، وده حاجه بتقولها للعاملين معاك في ايه؟ بصراحه المشاركين طبعا كانت الفكره، طبعا كانت زي ما بيقولوا كده شراره الانطلاق بدات من معالي رئيس الجامعه الدكتور عادل المبارك، وكان الدكتور معالي العميد الدكتور محمد زيدان كان ليه الفضل كمان في ان هو تبنى الفكره وتحت رعايته، وابتدينا بقى نكون فريق، وتوفرت لنا كتير جدا من الدعم في كل الاتجاهات عشان نقدر نقوم بالمهمه دي على اكمل وجه ان شاء الله. طبعا بنشكرك عبر شاشه مراد من وزاره العربيه. انا اتشرفت بيك وشكرا.